السلام عليكم متابعي قناة رواد العلم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. علاقة من أشهر المعادلات وتجمع أهم 5 ثوابت رياضية، والتي اكتشفها عالم الرياضيات الشهير أولر سنة 1740. وهذه المعادلة معروفة باسم معادلة أولر، والتي تكتب على هذا الشكل. حسنا، هل ترغب في التعرف على عناصرها وبرهانها الرياضي، بل حتى مفهومها في فضاء الطوبولوجي؟ كل هذا لكن بعد الفاصل. هذه العلاقة تتكون أساساً من الأعداد 5 الأهم في الرياضيات: الصفر، الواحد، العدد الأسي الذي قيمته التقريبية 2.71، والعدد بي والذي قيمته التقريبية 3.14، وأخيراً العدد إي والذي ليست له قيمة، ليست له قيمة كباقي الأعداد، لكن يكتب على شكل جذر ناقص واحد. تخيل معي أن الأعداد التي نعرفها، يعني الأعداد الحقيقية، يمكن أن نضعها على خط واحد، مثل الصفر، الواحد، جذر 2 وبي وهكذا. أما الأعداد الخيالية نضعها على خط عمودي على الأول، مثل الصفر إي وأربعة إي وهكذا. وكل عدد يوجد هنا يمكن أن يكتب على شكل مجموع عددين، الأول حقيقي والثاني خيالي. ماذا لو أخذنا هذا الفضاء الخيالي ورسمنا فيه دائرة بحيث يكون شعاعها هو واحد من جهة الأعداد الحقيقية وإي من جهة الأعداد الخيالية، ورسمنا خط يشكل زاوية من الأعداد الحقيقية؟ فمن خلال هذه الدائرة يمكن أن نبين أن هذا الخط هو كوس في وهذا الخط هو سين في، مع العلم أن شعاع هذه الدائرة هو واحد. ومن جهة أخرى أن هذه النقطة الموجودة هنا هي في الأصل مجموع كوس في زائد إي سين في. حسنا، ما رأيك لو نعوض هذه الزاوية ببي؟ سنحصل فعلا على ناقص واحد. سأعرفك الآن على التطور النهائي للدالة كوسينس إكس والسين إكس، والذي يكتب على الشكل التالي. وعليك أن تعرف بأن هذه النقط الثلاثة تعني الاستمرارية حتى ما لا نهاية. وسأضع بعض المراجع أسفل الفيديو لمن يرغب في التعرف على التطور النهائي للدوالة. تذكرت قصة حدثت لي مع أحد أساتذتي في الرياضيات في أيام البكالوريا. سألته كيف يمكن أن نكتب الكوسين والسين واللوغاريتم على الشكل متغير إكس، ولماذا نستخدم هذه الحروف؟ ماذا يوجد داخل هذه الحروف؟ أخبرني. أخبرني بأنه لا توجد تعابير لها. وبعدما وصلت للجامعة تعلمت التطور النهائي للدوال، حينها وجدت الإجابة لسؤالي، يعني أي دالة لا بد أن تكتب على شكل متغير. لنرجع للعدد الخيالي إي الذي يكتب على شكل جذر ناقص واحد. وعليك أن تعرف بأن الجذر مع المربع يختفيان كما تختفي المادة والمادة المضادة عندما يلتقيان. هذا يعني أن مربع إي هو ناقص واحد. أما لو أردنا حساب مكعب العدد إي، فسنكتب مكعب إي على شكل جذاء مربع إي وإي، ونحن نعلم أن مربع إي هو ناقص واحد. هذا يعني أن مكعب إي هو ناقص إي. أما لو أردنا حساب إي أس 4، سنفرق إي أس 4 لجذاء مربعي إي، ونحن نعلم أن مربع إي هو ناقص واحد، هذا يعني أن إي أس 4 هو واحد. ومن خلال هذا الحساب سنستنتج باقي قوى العدد الخيالي إي المتبقية كما يلي. حسنا، سنستخدم هذه القوى في تبسيط كتابة التطور النهائي لكوس والسين. لنجمع كوس إكس مع إي سين إكس سنحصل على هذا الشكل. الآن لنركب كل أس فردي بين كل أسين زوجيين الخاصين بالكوساين إكس، والآن سنحصل على هذه الكتابة. باستخدام خاصية قوى العدد الخيالي إي سنحصل على هذه الكتابة. هل تعلم صديقي بأن هذه الكتابة تشبه التطور النهائي للدالة الأسية؟ هذا يعني أن هذه الكتابة هي فقط الدالة الأسية للعدد الخيالي مضروب في إكس، ومنه كوسين إكس زائد إي سين إكس يساوي الدالة الأسية لإي إكس.
ومن خلال هذه العلاقة لاحظ أولر أنه إن عوضنا X بـ P مع العلم أن cos P هو ناقص واحد وsin P هو صفر، سنحصل على الدالة الأسية لـ EX تساوي ناقص واحد. وماذا الآن لو أرجعنا ناقص واحد للطرف الآخر؟ سنحصل على أشهر معادلة في الرياضيات، هي الدالة الأسية لـ EP زائد واحد يساوي الصفر. حسب الفضاء الطوبولوجي، هذه المعادلة هي في الأصل معبر بين الفضاء الحقيقي المساوي والدائرة. هذا يعني أنه إذا أردت تحويل الفضاء الحقيقي للدائرة سأستخدم هذه العلاقة.